بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. ختوم مجربة متعلقة بأبي الفضل العباس عليه السلام للحصول على المقاصد، وهو أن تقرأ زيارة عاشوراء 40 مرة وتودي ثوابها للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وإنها تحققت بالتجربة. هسه ربما يأتي فلان ويقول قراءة زيارة عاشوراء 40 مرة كثير جدا، وإذا قلنا له اقرأ في كل يوم زيارة عاشوراء 40 يوم ربما كذلك يستصعب الأمر ويقول أنا أريد حاجتي بسرعة، لا أستطيع أن أصبر لشهر وأكثر. إذن ماذا تفعل؟ كما يقول علماؤنا الأعلام، بأن تتصل بأصدقائك، تتصل بأهل بيتك، وكذلك أنت تتصلين بأخواتك، بأهل بيتك، بصديقاتك، وتقسمين 40 مرة من زيارة عاشوراء على صديقاتك، أي بمعنى اللواتي لك في قلوبهن حب ومودة، تقولين لهن بأن كل واحدة منكن تقرأ زيارة عاشوراء نيابة عني، وتهدين ثوابها لأبي الفضل العباس عليه السلام لقضاء حاجتي. وكذلك أنت تخبر أصدقائك، أهل بيتك بأنك تقرأ زيارة عاشوراء نيابة عني، وتهدي ثوابها لأبي الفضل العباس سلام الله عليه لقضاء حاجتي. 40 شخص كافين جدا لقراءة زيارة عاشوراء 40 مرة. وإذا لم تستطع أن توفر 40 شخصا أو 40، يعني سواء البنت كذلك لا تستطيع أن توفر 40، فليقرأ كل منهم زيارة عاشوراء 2 مرات، أو فلان يقول لا أنا أقرأها 3 مرات، المهم هو أن يقرأها نيابة عنك ويهدي ثوابها لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، ويكون العدد 40 مرة. هذه الطريقة مجربة جدا جدا في قضاء الحوائج الصعبة. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.